عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وإمامنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد عبد الله ورسوله، وأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهادي، وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هال. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الكريم وعلى آله وصحابته، وحينا اللهم على سنتي وامتنا على ملتي وحشرنا في زمرتي مع الذين أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد ذلك عندي أشار قصيرا لإمامنا الشافعي عن أهمية الوقت. قال إمامنا الشافعي في شعر الجميل: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لي زماننا عيب سوانا، ونحجز الزمان بخير زبي، ولو نتق الزمان لنا حجانا. شكرا لكم.